حدثنا علي بن عبد الله حدثنا سفيان عن عمرو قال سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول حدثنا ابو سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ياتي على الناس زمان فيغزو في ام من الناس فيقولون فيكم من صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقولون نعم فيفتح لهم <applause> ثم يأتي على الناس زمان فيغزو فئام في من الناس فيقال: هل فيكم من صحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فيقولون نعم، فيفتح لهم. ثم يأتي على الناس زمان فيغزو فئام في من الناس فيقال: هل فيكم من صحب من صاحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فيقولون نعم، فيفتح لهم.